الرد من اللجنة الأولمبية. والله حاجة تضحك، أنا مش عارف استنادا على إيه اللجنة الأولمبية، على أنهي قانون بتقول إن يديله الحق بإلغاء جمعية عمومية. أساس الدستور والقانون إن أعطى للجمعيات العمومية الحق في تقرير مصيرها، مش بس الأندية، ده الأندية والاتحادات، ولا دخل اللجنة الأولمبية في الاتحادات والأندية. إذا كان القانون يعني شال اختصاصات الوزير والوزير أعطاها، أعطى جزء منها للجنة الأولمبية، لكن بالنسبة للجمعيات العمومية لم يعني ما فيش سلطان ان تلغي قرارات جمعية عمومية. والحقيقة حتى اللجنة الأولمبية الدولية لم تعطي الحق للجان الأولمبية الوطنية في انها يبقى لها سيطرة على الاتحادات اللي موجودة في البلد نفسها، ولا على الأندية. وعلى أي أساس استندت اللجنة الأولمبية لإنها تقول إن الجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي باطلة، علما بإن نفس اللائحة بتاعت اللجنة الأولمبية التي أرسلت، اللي هي اللائحة الاسترشادية، وتحت الاسترشادية دي أربع خمس خطوط، إنها من حق مجلس الإدارة أن يدير الجمعية العمومية الخاصة، وبرجع تحت الخاصة دي بحط ثلاث خطوط، بما يراه في مصلحة النادي. يعني يعملها يومين، يعملها يوم، يعملها في مكان سكين، لم يحدد تحدد اللائحة أي تنويه على هذا الموضوع، غير بجواب جه من اللجنة الأولمبية للنادي لا تتعمل في يوم واحد. أنا يعني إذا كان أساس اللائحة اللي أنت بتقول استرشادية ما قلتش فيها انها تتعمل في يوم واحد او يومين او مكان واحد او مكانين، ما ذكرش من حق مجلس الاداره حسبما يتراءى جمعيته العموميه الخاصه بما يراه، بما يراه، حسبما يتراءى فعلا، بما يتراءى له. فأنهي حق بقى تعطى للجنه الاولمبيه الوطنيه انها تلغي قرار جمعيه عموميه، وقرار الغاء الجمعيات العموميه الحقيقه ده قرار غريب جدا، ان يعني ما اعرفش حتى القانون ما يلغيش قرار جمعية عمومية، لأن هي الأصل في الموضوع كله في القانون 2017 أن تعطى الجمعيات العمومية الحق الأصيل في إدارة الأندية والاتحادات. الحقيقة قرار غريب جدا وقرار غير مفهوم، وأنا الحقيقة يعني برجع أقول برضو لازم اللجنة الأولمبية برضو تفكر في الموضوع ده تاني، وإذا كان في اتجاه من تحت الترابيزة برضو برجع أقول لدفع اللجنة الأولمبية انها تلغي قرار الجمعيه العموميه، فارجو انهم يراجعوا نفسهم في هذا الكلام. طيب استاذه اللواء، من الناحيه القانونيه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي قانونيه 100%، ما فيش له غبار على ذلك. طيب أي انا هقول لحضرتك حاجه، وحضرتك رئيس لجنه اولمبيه اسبق، لما يجي لك نتيجه جمعيه عموميه وعليها اشراف قضائي من 45 قاضي، مش ده افضل ما يجي لك من بعض من الموظفين لاحد المديريات؟ والله للاسف الشديد يعني موظف في خليك معايا بس سياده اللواء، خليك معايا بس سياده اللواء، انت حضرتك كرئيس لجنه اولمبيه وجالك نتيجه جمعيه عموميه وشايفها صوت وصوره من بدايه انعقادها لاخرها و45 قاضي، هل في اي نوع من انواع التشكيك في قانونيه هذه الجمعيه؟ ما ده اللي بقوله يا استاذ محمد، يعني مش جواب من موظف ولا جواب من اللجنه الاولمبيه نفسه يلغي جمعيه عموميه. ليس من حق اللجنه الاولمبيه الغاء جمعيه عموميه طبقا للوائح الدوليه وطبقا للوائح اللجنه الاولمبيه الدوليه. لوائح اللجنه الاولمبيه الدوليه لم تعطي الحق للجان الاولمبيه الوطنيه انها تقرر مصير انديه او اتحادات، بمعنى ان اللجنه الاولمبيه الدوليه لا تستطيع ان تسيطر على الاتحادات الدوليه اللي موجوده، والا كانت تتدخلت في موضوع اللجنه الاتحاد الدولي لكره القدم لما حصل فيه المشكلة. لم تتدخل لجنة أولمبية دولية في هذا الكلام، ولا بتعطى اللجنة الأولمبية الدولية الحق في أنها تشرف على جمعيات العمومية الخاصة بالاتحاد الدولية اللي هي موجودة. طيب حضرتك تفسر بإيه ما حدث؟ أفسر أن في اتجاه معين، برضو بنرجع أقول لا، وإزاي اللجنة، إزاي النادي الأهلي يعمل كده؟ يعني لا، إحنا أجدع، مين اللي أجدع من التاني؟ ومين اللي يمشي كلامه على التاني في الرياضه؟ وللاسف دي الحقيقه يعني طريقه مش مفروض انها تحصل في مصر، ومش مفروض انها تحصل بعد
اقرار القانون ان تعطى للجمعيات العموميه الحق الاصيل في اداره شؤون الانديه والاتحادات. يعني حضرتك شايف ان الموضوع ممكن الى حد ما يبقى حب وكره، او يعني بعيد عن الاحترافيه، الموضوع ما هوش احترافي وما هوش منطقي. لا، الموضوع مش منطقي تماما. يعني الموضوع حتى ما فيش حق للجنه الاولمبيه المصريه انها تلغي قرار جمعيه عموميه، يعني ولا حتى في القانون موجود الكلام ده. طب وهل من يعني طب انا دلوقتي يا فندم انا عندي مشكله كنادي اهلي مع اللجنه الاولمبيه. أيوة. هل صحيح ان انا لما اجي الجا للتحكيم الجا للجنه الاولمبيه اللي انا اصلا بشتكي منها بنفس الشخص؟ لا، انا المشكله ما بين النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه الوطنيه. يلجا للتحكيم الدولي اللي موجود الكاس على اساس هي اللي تفصل في هذا الموضوع، لان برضو برجع اقول ان ما فيش اي يعني بنود في اللوائح اللجنه الاولمبيه الدوليه باعطاء الحق للجان الاولمبيه الوطنيه انها تسيطر على الانديه والاتحادات اللي موجوده في بلدها. طيب سياده اللواء، وبرضه حضرتك رئيس لجنه اولمبيه اسبق، عندك منظومه كالنادي الاهلي بتمدك وهي عماد كل المنتخبات اللي حضرتك بتتولى رئاستها، عشان المضمون لرئاسة اللجنة الأولمبية المصرية المضمون إنها تحقق لي نتائج، صح؟ تمام. هل من الطبيعي إن أنا أيسر الأمور على هذا الكيان الناجح، ولا الطبيعي إن أنا أتعنت في بيروقراطية مش هتدخلني إلا في صراعات؟ يا أستاذ محمد، اللعيبة ما بتتعملش في اللجنة الأولمبية ولا حتى في الاتحادات. اللعيبة بتبتدي تتعمل في الأندية، والاتحادات بتختار من الأندية اللعيبة المتميزين، دول بيشتركوا بعد كده في الدورات. اللجنة الأولمبية مش دورها إعداد لعيبة، ولا الاتحادات دورها إعداد لعيبة. الاتحادات دورها تجميع لعيبة وعمل الهارموني ما بينها وبين بعض، لكن الأساس اللعيبة بتعد في الأندية ومراكز الشباب لحد ما يبقى سنه 18 20 سنة، بيخش بعد كده في المنتخبات القومية. نعم. لكن انا مش عايز اتكلم النادي الاهلي، انا بتكلم في قانون. انا يعني بصرف النظر عن النادي الاهلي قلعه رياضيه كبيره زيه وزي في انديه كثيره هي اللي عملت لعيبه. يعني كرم جابر طلع من النادي الاولمبي في اسكندريه، نعم، ما طلعش من الاتحاد المصارعه، نعم. فاللي برجع اقوله ان الانديه هي اللي بتعمل لعيبه، فيجب ان تعطى الانديه الحق الاصيل في جامعات العموميه انها تاخد قراراتها وتدير شؤونها بما يراه الجمعيه العموميه بتاعتها. انما ما حدث الحقيقه بعيد تماما عن الرياضه، وبعيد عن المفاهيم الرياضيه، وبعيد عن العرف الرياضي الدولي في اي مجال. سياده اللواء محمود احمد علي رئيس اللجنه الاولمبيه الاسبق، بشكر حضرتك، شكرا.